السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير. النهاردة انا جايين نجاوب على سؤال جديد من اسئلتنا اليومية. النهاردة سؤال غريب شوية كده، وهو امتى العلاجات او الادوية يبقى في منها مضرة للمريض او لحالة اورام الثدي، او يعني برضو الاورام بصفة عامة، لانهم ساعات بيشتركوا في نفس العلاجات. خلينا الاول كده نقول الموضوع اللي بيتسال كتير قوي هو أثناء العلاج الكيماوي ينفع أخد فيتامينات ولا لأ؟ الموضوع يا جماعة، البحث اللي اتعمل في الموضوع ده هو بحث واحد بس اتعمل على مرضى أورام الثدي اللي بياخدوا علاج تحفظي ما بعد الجراحة، ولقوا إن هم كانوا بياخدوا يعني حاجات مضادة للأكسدة وفيتامين بي 12 وحديد. من ناحية الفيتامينات الحديد وفيتامين بي 12، ومن ناحية مضادات الأكسدة كانوا بياخدوا مستحضرات مضادات أكسدة من الصيدلية زي المكملات الغذائية اللي فيها سيلينيوم وحاجات كده. لما عملوا مقارنة ما بين الناس اللي خدت والناس اللي ما خدتش أدوية، لقوا إن الناس اللي ما خدتش أحسن. طيب، أحسن على مستوى ارتجاع المرض وأحسن على مستوى الحياة كمان. فالنتيجة دي كانت غريبة وصادمة بالنسبة لناس كتير. قالوا اشمعنى؟ هو ببساطة الفيتامينات اللي انت بتاخدها او المضادات الأكسدة، العلاج الكيماوي بيخش يموت الخلايا السرطانية عن طريق حاجات زي كده. يعني خلايا، يعني مثلا ادريامايسين اللي هو الدواء الأحمر ده بيخش يموت الخلايا عن طريق الحديد، تمام. في أدوية تانية بتموت الخلايا عن طريق ان هي بتأكسدها او بتلعب في الدي ان ايه بتاعها فالجسم يموتها. فاللي انت بتاخد حاجات مضادة للأكسدة او بتاخد فيتامينات، ده بيساعد الخلية انها تقاوم انها تموت الخلايا الطبيعية والخلايا السرطانية كمان، فده بيقلل من تأثير العلاج الكيماوي. طيب، من الآخر، السؤال اللي دايما بيتسأل: يا دكتور انا باخد علاج كيماوي دلوقتي، اخد فيتامينات ولا لا؟ ما تاخديش فيتامينات ولا حديد ولا فيتامين بي 12 الا باستشارة الطبيب، اللي هو لو لقى ان لازم ان انت تاخدي حاجة منهم هيديها لك، وساعتها بقى هو اللي بيحسب الريسك بينيفيت ريشيو اللي هي الضرر مقابل الفائدة. يعني واحدة عندها التهاب في الأعصاب الطرفية وعندها وجع شديد جدا في صوابعها ولازم تاخد فيتامين ب مركب، هتعمل ايه؟ تاخد، هتعمل ايه؟ لان ده ساعتها الفايدة اكتر، لا ممكن ما تستحملش او ما تكملش العلاج. وبرضو نيجي ان لما هم عملوا تاني تحليل اكتر للعيانين، لقوا ان المشكلة بالذات في مضادات الأكسدة مش في الفيتامينز. يعني فيتامين بي 12 والحديد لقوا ان ضررهم مش كبير، الضرر الكبير كان وقع من الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده. مضادات الاكسده دي هتلاقيها في الصادرات تحت اسم مكملات غذائيه، هتلاقي مكتوب عليها مضادات الاكسده، يحتوي على مضادات الاكسده وفي المالتي فيتامينز وكده. فبلاش من دي اثناء العلاج التحفظي للاورام، وبلاش منها لو ينفع اثناء العلاج الكيماوي عموما. يعني انا باخد علاج كيماوي، بلاش مضادات الاكسده او المكملات الغذائيه اللي تحتوي على مضادات اكسده. تيجي تساله سؤال تاني برضو ذكي، تقول لي: طب ايه رايك في الاكلات او الخضار والفاكهه اللي فيهم مضادات اكسده طبيعيه زي البروكلي والكرفس والكريز وشويه اكل كده والبصل والثوم؟ الحاجات دي فيها مضادات اكسده طبيعيه. في بعض الناس او الاراء المتطرفه اللي بتقول بلاش كمان الاكل ده اثناء العلاج الكيماوي، ولكن لم يثبت باي بحث من الابحاث ان الاكل اللي فيه مضادات اكسده عمل مشكله مع العلاج الكيماوي او عمل مشكله مع تاثير العلاج الكيماوي على الخلايا السرطانيه. يبقى مفيش اكله ثبت ان هي بتعمل مشكله في فعالية العلاج الكيماوي، ولكن اللي ثبت ان هو بيعمل مشكلة المستحضرات المكملات الغذائية اللي بتحتوي على الانتي اوكسيدانت. يبقى خلاص نقفل السؤال ده تماما: هل يا دكتور لو انا باخد علاج تحفظي اخد فيتامينات ولا لا؟ خدي الفيتامينات تحت اشراف الطبيب، اخد مكملات غذائية تحتوي على انتي اوكسيدانت مضادات الاكسدة، لا بلاش. طول ما انت بتاخد علاج كيماوي بلاش انتي اوكسيدانت، الفيتامينات باستشارة الطبيب. قفلنا الموضوع ده. نيجي على نقطة تانية، الزينودا. الزينودا عقار ناس كتير قوي بتاخده، سواء في البريست، في الكولون، في الجاستريك، في حاجات كتير بيستخدم الزينودا. الزينودا دايما بيتاخد في خلال نص ساعة من الأكل في معظم الحالات، في حالات تانية ممكن نأخره شوية لساعة مثلا لو بيعمل تقلصات شديدة أو هو مع الأكل بيعمل مشكلة مع المريض ده بالذات، لكن في العادي بيتاخد خلال نص ساعة من الأكل.
طيب الزيرو ده لما بنيجي نوصف العلاجات المساعدة للعلاج الكيماوي دايما بنوصف حاجات لحمض المعدة، فبنوصف النكسيوم والكونترولوك والحاجات اللي هي اخرها زول، جاستروزول، بانتوزول، الحاجات دي، اوميبرازول، اسبوبرازول، الحاجات دي كلها بتتوصف في معظم وصفاتنا للسيطرة على الحموضة اللي بتنتج عن العلاج الكيماوي، سواء في الاي في يعني سواء في وريدي او سواء راس، خاصة بعد اختفاء الزنتاك اللي اختفى واتشال من السوق لفترة طويلة. معرفش الصراحة رجع في مصر ولا لأ، مع ان في شبيه للزنتاك اللي هو الفاموتيدين اللي هو الانتودين، في منه تركيز 20 وتركيز 40. مع الزيرو ده يا جماعه نحب دايما نوصف الانتودين او الزنتاك، الرونتيدين اللي هو اتشال خلاص مش مهم، ناخد انتودين 40 او ناخد انتودين 20 صبح وليل مع الزيرو ده. يعني الزيرو ده بيتاخد مثلا راس كل 12 ساعه مرتين في اليوم لمده 14 يوم، ناخد مع راس الصبح ناخد انتودين ومع ال 20 مللي جرام ومع بالليل 20 مللي جرام. بلاش الحاجات اللي بتنتهي بزول زي جاستروزول وبنتوزول اللي هو النكسيوم والكنترولوك والاوميز والاوميبرازول، الحاجات دي وجاستروزول، الحاجات دي بلاش منها. ليه؟ لانهم لقوا ان في تعارض مع المواد دي ومع الزيرودا وانها بتقلل من فعاليتها بس. فيعني هو الاعتقاد ده مش اعتقاد، هو بحث، وبحث مثبت نتائجه، ولكن مش واصل لاطباء كتير، واطباء كتير مش مقتنعه بالمعلومه، مع انها طبعا مبنيه على دراسه ودراسه موثقه. وادام في بديل خلاص يعني نستخدم البديل، فبلاش الادويه دي مع الزيلودا، ونخلينا في الانتودين او الرانتيدين مرتين مع الزيلودا صبح وليل، وكده نبقى قفلنا برضو موضوع الزيلودا. موضوع الموتيريوم، الموتيريوم اتشال من بلاد كتير، دايما ده دواء بيتاخد بعد العلاج الكيماوي زي البريبران عشان الترجيع والغثيان ويحرك المعدة. الموتيريوم اتشال من بلاد كتير لانه بيعمل حاجة اسمها كيو تي انترفال برولونجيشن، يعني بيزود يعني زي حاجة كده بيأثر على كهربة القلب فبيبطئ ضربات القلب شوية. احنا بنخاف نديه مع أدوية تانية زي الزفران اللي هو زي الدانسيت زي الايميكس. الأدوية دي كلها الدوايين مع بعض يعني زوفران ودانسيت وإيمكس في جهة، والجهة التانية اللي أنا هستخدم معاهم الموتيليوم، الاتنين بيعملوا نفس الأكشن، كمان الديكساميثازول لو بيتاخد بيعمل نفس الأكشن، بيزود الكيو تي انترفال وممكن يأثروا بالسلب على عضلة القلب. فبلاش الموتيليوم خالص، وخلينا في البريمبران 10 مللي جرام صبح وليل قبل الاكل بربع ساعه، افضل من الموتيليوم ده اذا كان لسه موجود في مصر، لانه هو فعلا اتشال من اماكن كتير. الناس اللي عندها نقص في المناعه، نقص المناعه دايما يا جماعه في المثل في الجرعات اللي كل 21 يوم، نقص المناعه دايما بيحصل من اليوم السابع لليوم ال 14 وخاصه ممكن عند اليوم العاشر. فلو حسيت بوجع في الزور ده علامه من علامات نقص المناعه. لو وجع في الزور وخلاص هعمل حاجات، ولو وقع في الزور معاه سخونيه لا ده خطر. لو السخونيه عدت 38 فضلت شويه، فضلت ساعتين او جابت قرايه واحده 38 ونص فيما فوق، لازم اعمل صوره دم واتوجه الى طوارئ المستشفى اللي انا بتعالج فيها، ده من غير كلام. طيب لو وجع في الزور بس وتكسير في الجسم وجيت اقيس السخونيه بالترمومتر ما لقيتش فيه سخونيه، يبقى لا احافظ على نفسي في البيت واشرب ميه كتير، ابعد عن اي حد عنده دور برد. والملحوظه بقى ان انا الخضار والفاكهه النيه بقلل منها، يعني السلطه الخضراء لا مفيده في معظم الاوقات بقلل منها في الحاله دي، لان السلطه الخضراء ما بتبقاش يعني مغسوله كويس، بس مش ممكن يكون فيها عنصر مش ناضج او ممكن تحتوي على بكتيريا شويه ولا حاجه، لا البني ادم العادي يستحملها، ولكن البني ادم اللي مناعته قليله ما يستحملهاش. بنفكنا شويه من موضوع السلطه الخضراء. الفواكه في مصر للاسف معظمها مرشوش ومعظمها عليه مبيدات، زي بالذات الخوخ وحتى البطيخ، مع ان ليه قشره سميكه الا انه برضو دايما متورط في النزلات المعويه ووجع المعده. فبلاش من اي حاجه فيها شك من الحاجات دي. احنا برضو دلوقتي في ايام حر قوي، اوعى الرز والمكرونه والكشري واي حاجه فيها كربوهيدرات والعيش حتى تسيبهم كتير بره التلاجة، بالذات الرز والمكرونه دول مصيبه. يعني لو سبت الرز والمكرونه، انا مثلا ماما عملت الاكل واحنا عملنا الاكل وقعدنا اكلنا وسبنا الرز على الحله لغايه ما يبرد،
وسيبنا ونسيناه لغايه ما ندخله التلاجه، البكتيريا بتنشط عليه. جيت قبل ادخله التلاجه لقيته دافي كده، قلت باخد لي معلقه ولا معلقتين، ده برضو حاجه خطر. ساعات بيبقى فيه بكتيريا بتفرز توكسينز او سموم، بيبقى التسمم بتاعها سريع جدا، اللي هو انا اكلت معلقتين رز او معلقتين مكرونه، هو بالظبط ساعه كده ولا ساعتين الاقي بطني قلبت عايزه ارجع، مش قادر اروح مرجع جايب كل اللي في بطني. ده بيبقى توكسين، دي سموم بتفرزها البكتيريا على النشويات، خاصة في الأيام اللي احنا فيها دي، اللي هي فيها درجة الحرارة والرطوبة عالية جدا. فالأكل أول ما تلاقيه بارد خلاص، يعني يا دوب يعرف يحطه في التلاجة، حطه في التلاجة احفظه عشان نشاط البكتيريا، أو حطه في الأوضة اللي فيها التكييف عشان البكتيريا ما تقرمش عليه. ترند ظهر كده من تقريبا سنتين، كان بيقول ان الوسط القلوي بيمنع العدوى او يمنع السرطان، ودايما حاول تاكل اكل قلوي وتشرب ميه قلويه عشان تحافظ على ان جسمك يبقى قلوي وايه ما تصابش بالسرطان او تصاب بالعدوى او بالامراض عموما. الصراحه هو يعني الفكره نفسها اثبتت في ابحاث قبل كده فعلا، ان دايما الوسط الحامضي هو من الاوساط اللي بتساعد على العدوى او المرض او حتى انتشار الاورام السرطانية في الجسم. ولكن اللي ما نعرفوش او اللي كتير ناس ما تعرفوش، ان انت صعب جدا جدا يكاد يكون مستحيل انك تتحكم في البي اتش بتاعت جسمك بالغذاء او بالاكل او بالشرب، ده حاجة يعني تكاد تكون مستحيلة. ليه بقى؟ لان البي اتش بتاعك اللي هو النطاق اللي مسموح فيه بالتحرك ما بين القلوية والحامضية بتاعت جسمك هو نطاق ضيق جدا، يعني تقريبا من 7.35% ل 7.45% هو ده النطاق اللي المفروض تتحرك فيه. والنطاق ده من النطاقات اللي تعتبر قلوية، لان المفروض ان الحامضية هي ما بين 7 و0 والقلوية ما بين 7 و14، و7.35 او 7.45 ده يعتبر قلوي ضعيف. ولكن احنا بنعتبر طبعا حمضية الجسم ان الجسم حامضي اذا نزل عن 7.35، يعني مثلا لو جاب 7.1 او 7.2 ده يعتبر حامضي، 7.0 ده حامضي جدا جدا يكاد يكون مش موجود، او يكون المريض ميت لو جاب 7 او اقل من 7. فحمضية الجسم فعلا من الحاجات اللي في المعمل ثبت ان هي من الحاجات اللي بتحفز فعلا البكتيريا او الخلايا السرطانيه او الحاجات دي كلها. بس زي ما بقول لكم ان من المستحيل انك تتحكم في قلويه جسمك او حمضيته عن طريق الاكل والشرب. ربنا خلق لنا جهاز الرئه والجهاز الدوري اللي هو الكليه، يعني الرئه والكليه من الحاجات اللي بتظبط موضوع البي اتش ده بنظام صارم، بان هو ما يعني يا دوب ما يحدش عن 7.35 او 7.45 الا في اضيق الحدود. ولو حصل كده الانسان بيبدا يعاني فورا من اعراض، وساعتها ممكن يتنقل المستشفى ويطلب منه غازات بالدم ونلاقيها مثلا قلويه او حامضيه، وفي الاغلب الامراض بتكون حامضيه، فبنحاول نصلحها بشكل سريع. فاللي يقول لك ان انت تقدر تتحكم في جسمك قلويته او حمضيته عن طريق الغذاء، قول له يعني لا، روح اقعد في حتة تانية.